اليوم. اليوم شاهدنا مباراة وشاهدنا مباراة السهران. لاعب فنان يعني يكفي بالكرة الأخيرة موسيقى. هو السبب في الهدف والسبب في ركلة الجزاء وكان لدينا السبب في الهدف الثاني من خلال الكرة الأخيرة. لاعب ما شاء الله تبارك الله موهبة كبيرة في كرة القدم. دورة بشكل رائع من ميراندا لكنها تتخلص صافرة.
الوقت وفي هذا التوقيت. سبع لقاءات على التوالي لنادي هجر كلها تعادلات قبل الخسارة الأخيرة. إذا الكرة الرأسية 88 ثم في موسم 97 98 ثم في موسم 2010 2011. إذا الكرة الآن تلعب رأسية إلى نواف، ولكن مع وجود الغيابات الحاضرة بالنسبة لنادي هجر، لاعب كاميروني رونالدو عمر بوتيم. الكرة الآن تلعب على الأرض، يسجل هدف أبيض، لم يتم احتسابه، هدف يلغى بداع التسلل، هو نواف. رائع لنواف، نواف مع هذا الأسيست الخيالي خيالي خيالي من مطير السهراني، مطير السهراني، وإنهاء خيالي عالمي جميل يا نواف جميل. والأجمل هذا الإنهاء جميل، والأجمل هذا الإنهاء الرائع يا نواف أبو عامر، نواف أبو عامر. ولكن لم ينجح في التسجيل. إذا تتحول الكرة من جديد لكان في أسيست أكثر من رائع، وبالتالي استلام مميز وتسديدة رائعة بعد العودة إلى التكر. أيضا السرعة موجودة لدى المدافعين لمجابهة السرعة الأخرى. هنا الآن الكرة العرضية، عرضية وين تتحول كرة راضية. شاهد هذه الكرة، كرة تلعب من جديد، كرة عالية جميلة، لكن دراسة وقراءة رائعة. هجر الآن من جديد، التقدم إلى المناطق الأمامية، البحث عن الحلول الهجومية، الرغبة في إضافة. يعني كانت أنجح تجربة لجوكي كاكان مع هجر. الله على هذه التسديدة الزاوية، لحظات شوف الكرة الماضية وشوف المحاولة. عبد الله خطاب الآن يحاول بطريقة أخرى في الميدان، كرة تلعب على الرأسية، نيكولا يلعب كرة إلى الأمام، استلام ولا أحلى. يا عيني على هذه اللقطة، يا عيني على هذا اللعب، يا عيني على هذا الأسس. في دوري يلو للمحترفين، الدوري الذي يمر بقفزات نوعية كبيرة. كرة الآن تلعب إلى الأمام على الجهة اليمنى، تقدم انطلاقة ومحاولة. يا سلام يا سلام لو تكمل، يا سلام على هذا اللاعب رهيب ورائع، يا سلام على الانطلاقة. لا لا هذا برازيلي يا ناس، هذا برازيلي. أوه على هذه الفرصة الماضية، يا سلام على هذا التقدم، يا سلام على هذه المهارة وهذه الكرة العرضية. رهيب يا ناس هذا اللعب، لكن عبد الله خطاب يضيع فرصة.